مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير البريوش بالتفاح. بعجينة ناجحة 100% وطريقة كتير طيبة ورائعة. شايفين من عجينة كتير روعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا تفاح، بدي أقطع التفاحات. قطعهم قطع صغيرة بهيدا الحجم. بكفي تقطيع التفاحات الباقيين وبرجع بكفي أنا وياكم. بعد ما قطعنا التفاحات هلأ بحطهم بطنجرة. بحط ملعقة صغيرة سمنة، السمنة بتعطي كتير نكهة طيبة. ملعقة صغيرة قرفة وأربع معالق طعم سكر. ملعقة، اثنين، ثلاثة، أربعة. هلأ بحطهم على الغاز. بحركهم شي بسيط وبتركهم يغلوا مع بعض. أكيد بغطي الطنجرة. بعد حوالي 10 دقايق بس غلى التفاح وصار بهيدا الشكل. في مي كتير خفيفة. هلا بطفي الغاز. عنا هوني كوب حليب فاتر لنعمل العجينة مع بعض. بحط ملعقة طعام خميرة، ملعقتين طعام سكر. بتركن حوالي 5 دقايق مع بعض لتتفاعل الخميرة. بس تفاعلت الخميرة بعد 5 دقايق هلأ بحط نص كوب زيت نباتي، كمان ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ثلاث معالق صغار لبن، كمان بحط 3 أكواب ونص طحين، كوب، اثنين، ثلاثة ونص. بعجنهم مع بعض ليصير عنا عجينة متماسكة. صار عنا عجينة متماسكة. هلأ بحطها بالجات وبغطيها وبتركها ترتاح ساعة. بغطي العجينة وبتركها ترتاح ساعة. أكيد بحطها بمكان دافي. هيدي العجينة بعد ما خمرت ساعة صارت بهيدا الشكل. هلأ بدي شكلها أنا وياكم ونحشيها خليط التفاح اللي عملناه مع القرفة. أول شي نعملهم بهيدي الطريقة. لازم تكون العجينة عنا طرية، ما تكون جامدة كتير قاسية. بعملها بهيدا الشكل. بحشيها بهيدا الشكل. بلفها منيح وبضغط عليها. بهيدي الطريقة. هلأ بحطها بالصينية على ورقة الزبدة.
كفي الباقيين وبرجع بكفي انا وياكم. هولي بعد ما لفيناهم وحطيناهم على ورق الزبده، هلا بدي غطيهم وبتركهم ساعه يرتاحوا بمكان دافي. هذا البريوش بعد ما تركته ساعة وارتاح بهيدا الشكل ضاعف حجمه. هلا بحطهم بالفرن على درجة حرارة 200 من الأعلى والأسفل. هيدا البريوش بعد ما طلع من الفرن أخذ بالفرن حوالي 12 دقيقة. هيدا الشكل لنشوف كيف طلعوا من الداخل. هذا الشكل النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.